بالله هنا شويه بس. ممكن بس ازود بلاشر. معلش بقى معلش يا شيك والله مش قادره كفايه كده. طب بقول لك تعالى معايا. هيا مامي عمر رد عليكي؟ لا موبايله مقفول. وهاني كمان تليفونه مقفول. يعني ايه موبايلهم مقفول؟ يكون جرى له حاجه مثلا؟ معرفش بقى. هو ايه اللي معرفش؟ مبروك عروسه منصور. اهلا يا منصور اتفضل. معقول هو انت جاي تبارك لي؟ انا جاي ابارك لك على ايه؟ على الفرح طبعا. امال هتبارك لي على ايه؟ فرح؟ هو لسه في فرح؟ طب ازاي ده؟ انا اللي اعرفه ان العريس اعتذر وسافر. اعتذر يعني؟ اعتذر لمين اصلا؟ تقول ايه؟ هو مين اللي اعتذر؟ العريس اعتذر؟ انت بتقول يا منصور؟ انت متاكد من الكلام ده؟ مستحيل يا ليلة سودة. طب والعمل؟ العمل. اهلا. الف مبروك يا معلم. يا مرحبا يا مرحبا. اتفضل. ازيك يا هاني؟ سهل. مش تخلي روحك رياضية وتقولي مبروك يا قلبي؟ يا هتوحشيني قوي يا لولا والله. عارفة نفسي في ايه دلوقتي حالا؟ نفسي اشوفك وانتي لابسة فستان الفرح وقاعدة لوحدك في الكوش. نسيت اقولك ميرسي قوي على الفلوس اللي بعتيها لعمر. هتنفعنا والله في شهر العسل. باي باي يا عروسة. في ايه يا ليلى؟ مين كان بيكلمك؟ يا حبيبتي اتكلمي. هو؟ يا حبيبتي ردي عليا انا اعصابي تعبت. قولي يا حبيبتي قال لك ايه؟ هو سافر فعلا زي ما اخوكي بيقول ولا دي حركه من حركاته؟ يا حبيبتي مين كان بيكلمك في التليفون؟ من فضلكم سيبوني لوحدي دلوقتي. طيب يا حبيبتي ارتاحي. طب تعالوا بره يا بنات شويه. يا حاج خير مالك؟ خير في وشك اصفر كده ليه؟ مش عارف مش عارف يا جابر. انا في ورطه. ورطه جامده قوي. ورطه ممكن تمسح اسمي من السوق. خير يا حاج؟ ايه اللي حصل؟ العريس هرب. يعني مفيش فرح. العريس هرب بعد كل اللي انت عامله ده؟ هرب ازاي يا حاج؟ انا مش عارف مش عارف اقول ايه للناس اللي انا عازمها دي. ده انا عازم ناس مهمه، وزراء ورجال اعمال وتجار. اول مره احس بكسر الظهر. معاش يا حاج اللي يكسر ظهرك. معاش. طب بقول لك يا جابر خليك معايا ساعدني. خدامك يا حاج. ربك يسهلها ويستر عليك يا رب. يا حاج قررت ايه؟ هنقول ايه للناس اللي جوه؟ احنا بالشكل ده اسمنا واسم الشركه في السوق هيبقى في النازل. العمل عمل ربنا يا ابني. العمل عمل ربنا. كان مستخبي لك فيه ده كله يا شد. لا ما انا مش هينفع استنى اكتر من كده. انا هدخل اقول لهم بطريقه. استنى يا باشمهندس. استنى ايه انت كمان؟ انت مش شايف اللي احنا فيه؟ اسمع يا حاج. ايوه عايز تقول ايه يا جابر؟ انا العريس. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.